بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قامت كتيبة المنصور بالاشتراك مع لواء التوحيد والمجلس العسكري في حلب وكتائب الباب بالهجوم على مطار أكويرس العسكري في رسم العبود بتاريخ 31/8/2012 الساعة الأولى من الصباح، وبعد 30 دقيقة تم السيطرة على سريد الدفاع الجوي من نوع 57 التابعة للفوج 111، وبعد ساعتين تم السيطرة على الفيول الشاذ متواجد في شرق المطار ومتواجد فيه طائرتين لم 39 وطائرتين فلامنكو وتم تدميرهما. وبعد 20 دقيقة تم التقدم إلى الأمام وأعطى طائرتين هليكوبتر. ونتيجة العملية تم قتل 25 عسكري في السرية، وتم إطلاق المدافع على الصيانة المركزية للمطار، وتم قتل أكثر من 20 عسكري داخل هذه الصيانة، وتم إخراج المطار عن العمل. وبسبب تواجد الطائرات الكثيف من جميع المطارات المجاورة وضرب قواتنا المتواجدة داخل المطار، تم انسحاب تكتيكي في الساعة 4:10 صباحا. قائد الكتيبة المقدم الطيار مع المنصور.